السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. جيت نوريكم واحد السيروم، يعني سو سون دي زامبول مخصصين للشعر الرقيق والخفيف للإناث فقط. هاد المنتوج هذا هو فيتوسيان هو واحد المنتوج صيدلاني، وشبه صيدلاني، اللي هو مخصص للبالغين فقط، يعني تياخذوا الناس البالغين يكونوا إناث. عنده دور مهم في محاربة الشعر الأبيض والشعر الرمادي، وتعتني بفروة الرأس باش يعطي للشعر كثافة وأيضا لمعان، وهو محارب لتساقط الشعر كذلك محارب ل... إذا هذا المنتوج الصحي فيتوسيان أباس دي بلانت هو واحد المنتوج اللي مهم بزاف للشعر، كما قلت لكم مخصص للإناث فقط. وهاد لي زامبول هادو هما 12 امبول، وكل امبول يعني كل سيروم تحتوي على 7.5 مليليتر. وهذا الطريقة الاستعمال ديالو غنهضر لكم عليها في الاخير باش تعرفوا بانه اقتصادي في الاستعمال ديالو، ولما لا ان هاد الناس اللي عندهم هاد الشعر الرقيق ما يجربوش، لانه غيحل لهم بزاف المشاكل اللي تعانيونا. بالنسبه للفيتوسيان او تيشوت اون بول تريتمون، هو واحد عنده واحد المفعول ثلاثي، يعمل على دعم الشعر باش يكون تعطيه اكثر كثافه، يعني تولي اكثر كثافه، مع توفير فعاليه ممتازه تجميليه ممتازه لهذا الشعر، دون ان انسى بانه يحارب شيخوخه الشعر، وكذلك الجذور الحره التي قد تصيب البويصلات وفروه الشعر. عنده مقاومه فعاله، في وكذلك يعمل على تامين مقاومه الجذور الحره والشيخوخه التي قد تصيب الشعر بصفه عامه. وتدعم الدوره الدمويه الدقيقه لفروه الراس، قلق بها لنمو شعر صحي. وهذه المركبات هذه هي البانتينول، وكذلك زيت بذور العنب، وفيه مضادات اكسده كثيره، يعني خاصه كذلك من بين التركيبه ديالو تنوجدوا حمض اللاكتيك. من الاشياء اللي تمتاز بها هذا السيروم هذا فيتوسيان، هو انه تجيب هو علاج، يعني علاج لتساقط الشعر، كذلك تعطي الشعر لمعان، وصحي بزاف لفروة الراس. ومنين تنهضروا على سيروم فيتوسيان، تنعرفوا بانه تتوفر على احماض امينيا، تتوفر على احماض امينيا كبريتيه وفيتامينات بي دو جروب بي، كذلك يتوفر على بروتينات الحرير التي تعمل هاد المكونات التي تعمل على تعزيز انتاج ماده الكيراتين، وكذلك تعمل على تحسين كثافه الشعر هذا الخفيف والرقيق، وهاد المشاكل اللي تجينا بسبب الحمل والأدوية، وكذلك هذا التغيرات الموسمية، أيضا هاد المشاكل اللي تتأثر على الشعر من تعب وإجهاد، وكذلك عدم أخذ نظام غذائي في اليوم ديالنا. فهاد فيتوسيان هذا تيعوض هاد المشاكل اللي تقدر تصيب هاد الشعر الخفيف والرقيق، وتتقدر انه تحسن ليه الفروة الرأس والبواصلات، توصل المرأة الى نتيجة من اجل علاج الشعر ديالها. هو هاد المنتوج فيتوسيان هذا ممكن يستعمل في جوج ديال الحالات. الحالة الاولى يستعمل كعلاج
فطريقه الاستعمال ديالو تناخذوا هذا امبول وحده ثلاث مرات في الاسبوع لمده شهر. النساء اللي بغاو الوقايه للشعر ديالهم والمحافظه عليه عندهم طريقه اخرى يستعملوه مره امبول وحده يعني سيروم واحد من هاد 12 سيروم اللي فهاد فيتوسيان مره في الاسبوع لمده شهرين، والنتيجه اللي تنحصلوا بها الا استعملنا هذا المنتوج هذا فيتوسيان هو ان الشعر يصبح اكثر كثافه وسمكه. وشكرا، نتمنى انني وهذا الشيء اللي كاين، نتمنى انني نكون وصلت لكم بعض المعلومات، خاصه انا تنهضر في هذه الحصه هذه مع النساء فقط واللي عندهم الشعر خفيف ورقيق. وشكرا.